نشرة مفصلة للأخبار من الميادين نستهلها للعناوين صدامات عنيفة بين المحتجين والشرطة في 400 مدينة وبلدة فرنسية إصابة أكثر من 100 واعتقال المئات من بين 125 ألف متظاهر الشرطة البلجيكية تعتقل 400 محتج خلال تظاهرة للسترات الصفر في بروكسل محمد عبد السلام يؤكد للميادين أن وفد صنعاء متمسك باتفاق ضمن سلة واحدة وبمرحلة انتقالية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وسائل أعلام إسرائيلية تقول أن نتنياهو يعمل على ترتيب العلاقات مع السعودية وإخراجها إلى العلن رئيس كتلة الفتح يتهم أمريكا والسعودية بالتدخل في تشكيل الحكومة العراقية ويقول أن الأمريكيين هددوا شخصيات سنية أهلا بكم يوم مواجهات حام في الشانزليزيه ومحيطه خمسة وخمسون جريحا سقطوا جراء المواجهات وتوقيف أكثر من سبعمائة الشرطة الفرنسية لم تتردد في الاستخدام المفرط للقنابل المسيلة للدموع وفي المقابل لا تراجع لدى السترات الصفر تقرير مفد الميادين موسى عاصي خضع أصحاب السترات الصفر لاختبار جديد عادوا في السبت الرابع أكثر إصرارا وتحديا مستندين إلى دعم التحركات التي شملت أكثر من 400 مدينة وقرية فرنسية فضلا عن التحرك الرئيسي في العاصمة باريس سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة مع 98 ألف شرطي انتشروا في أنحاء فرنسا الشرطة الفرنسية لم تتردد باستخدام إمكانيات دفعت بها للمرة الأولى إلى ساحة المواجهات ماذا يجب أن نعمل؟ كيف نتعامل معهم؟ إنهم يتعاملون معنا كأننا الماشية ويعاملوننا بطريقة مقرفة هذا أمر غير طبيعي هذه ليست فرنسا وسنستمر في الدفاع عنها حتى النهاية مرتكزين إلى نجاح تحركاتهم رفع أصحاب السطرات الصفر سقف أمالهم بعض هؤلاء يريد تنظيم التحرك ليكون جزءا من البرلمان مستقبل هذا التحرك هو تشكيل قوة من المواطنين تمثل مصالح الفئات الشعبية بشكل عادل. نحن لا ثقة لنا بالاحزاب السياسية الموجودة وعلينا ان ناخذ المبادرة بانفسنا. احتجاجات السترات الصفر ادت الى شلل باريس باحيائها الفخمة والتجارية والنتيجة خسائر ضخمة لتجار ينتظرون اعياد نهاية العام لتحقيق الارباح. لطالما عول ايمانويل ماكرون على استنزاف التحرك الاصفر وتراجع عدد المشاركين فيه مع مرور الوقت، سبت الاحتجاجات الرابع برهن عكس ذلك، الرئيس الفرنسي بات في مازق عدم فعاليه الحل الامني والتراجع عن الضرائب على المحروقات لم تعد تكفي حشودا تريد رحيل الرئيس. مصعص باريس الميادين رئيس الوزراء الفرنسي ادوارد فيليب قال ان الحوار ما زال مطروحا بعد خروج تظاهرات جديده للسترات الصفر وشد فيليب خلال مؤتمر صحفي بنجاح الخطه الامنيه في مواجهه الاحتجاجات فيما اعلن وزير الداخليه الفرنسي عن اصابه 117 شخصا بينهم 17 من قوات الامن في المواجهات واشار الى ان تظاهرات السترات الصفر باتت تحت السيطره واكد احصاء خروج 125 الف متظاهر في البلاد أحيي الإعداد الجيد الذي قامت به قوة الأمن أشكر كل من أسهم في وضع الخطة الأمنية التي نجحت إن الحوار مع المحتجين مطروح على الطاولة والرئيس ماكرون سيتكلم لكي يضع الحجر الأساس للحوار ورغم عدم اتخاذه مسارا سياسيا واضحا حتى الآن إلا أن حركة سطورات الصفر في فرنسا لا يبدو عابرا على مستوى النتائج ليس في فرنسا فقط بل قد يتعداها الى المشهد الاوروبي والدولي اثر مرحله من التزعزع يبدو انها تدخل اوروبا من البوابه الفرنسيه. تقرير محمد محسن يدرك الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون انه يعيش مازقه الاكبر منذ وصوله الى الاليزيه. فئات فرنسيه واسعه تظهر انعدام ثقتها بسياساته الاقتصاديه رغم تراجعه اخيرا عن بعض القرارات التي اثارت حراك السترات الصفر في وجهه قد يركن ماكرون الى عدم اتفاق التيارات المحركه للمتظاهرين على رؤيه واحده ناظمه والى عدم وجود قياده سياسيه توجههم دائما حيث تالم حكومته، لكن الحراك بما يمثله يملك قابليات الاستمرار والتوسع، وليست الشعارات المطالبه باستقاله الرئيس ماكرون سوى مظهر من مظاهر ذلك. على خطين تعمل السلطات الفرنسيه لاستيعاب الحراك. الاول هو الاجراءات الامنيه والثاني عبر استمرار الحوار مع شخصيات تمثل الحراك وان على نحو غير رسمي او مقبول من الجميع وهو مسعى يفهم عاده على انه محاوله لتفكيك بنيه الخصم الحوار الذي يشدد رئيس الحكومه الفرنسي ادوارد فيليب دائما على استمراره وتقدمه لا يبدو انه انتج تراجعا في زخم التظاهرات فضلا عن انه لم يتطرق الى مسائل اساسيه الهبت نفوس فرنسيين كثيرين فالمعضله ليست مرتبطه بالضرائب فقط بقدر ارتباطها بتوسع الفوارق الطبقيه انطلاقا من سياسات تديرها شخصيات تؤمن بان عجله الاقتصاد تتحرك عبر اراحه اصحاب رؤوس الاموال من الضرائب بما يساعدهم على تشغيل الطبقات المتوسطه والفقيره شيء ما من سياسه دونالد ترامب يحصل في فرنسا وهو ما لا يمكن لاجيال عاشت على صوره فرنسا الاشتراكيه ودوله الرعايه ان تقبله ليس معلوما حتى الان حجم التطور الذي سيبلغه حراك السترات الصفر وما اذا كان سينقسم على نفسه او سيتوحد تحت عناوين محدده الحراك بدا يلهم مجتمعات اوروبيه اخرى وما جرى في بلجيكا وهنغاريا رغم ضموره سريعا يوضح ذلك ويوضح تشارك معظم الاوروبيين في معاناتهم الاجتماعيه يتطور هذا المشهد الفرنسي اسبوعيا في فتره يحاول ماكرون خلالها تفعيل الدور الفرنسي على الساحه الدوليه فهو اقترح انشاء جيش اوروبي مثلا لكنه اليوم يقف امام جيش من الازمات الداخليه قد يدفع فرنسا الى الارتداد جزئيا عن دورها الدولي كيف تتوزع القوى في المشهد الفرنسي اليوم في ظل الاحتجاجات التي تقودها السترات الصفر هبه الله بيطار فرض اصحاب السترات الصفر انفسهم على المشهد الفرنسي حركه الاحتجاجات تغزو شوارع باريس للاسبوع الرابع على التوالي المشاركون في هذه الاحتجاجات يمثلون خليطا شعبيا متعدد الفئات والانتماءات. تعبر السترات الصفر بشكل اساسي عن الاشخاص المقيمين في الارياف والضواحي وليس في المدن الكبرى، وتجمعهم النقمه على ارستقراطيه المركز. لا ممثلين واضحين للمحتجين، بل هم في الواقع يرفضون فكره تمثيلهم، ويرفضون التفاوض مع الحكومه، ولهذا السبب نجد ان الاحزاب السياسيه لم تستطع الانخراط ميدانيا في موجة الحراك نظرا للاستياء الشعبي منها ولأن المحتجين لا يثقون في هذه الأحزاب على الرغم من ذلك صدرت مواقف من الأحزاب السياسية في ضوء حركة الاحتجاجات زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان أشادت بأصحاب السترات الصفر ودعت إلى حل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات برلمانية المطلب نفسه عبر عنه الحزب الشيوعي وزعيم حركة فرنسا الأبية فقد دعا جان لوك ميلانشون إلى فرض الضريبة على الثروة وأشاد بما وصفه بتمرد المواطنين الذي يثير الخوف لدى ماكرون والأثرياء أما الجمهوريون وأحزاب الوسط فدعوا الحكومة إلى تقديم تنازلات وتغيير سياساتها وطالبوا بتغيير أداء الرئيس إيمانويل ماكرون دور النقابات الفرنسيه في الاحتجاجات بدا يصبح اكثر وضوحا فهي تتحرك في اطار معركتها حول قانون العمل وتطالب بزياده الحد الادنى للاجور وتحسين الضمان الاجتماعي والخدمات ولا بد من الاشاره الى فئتين تشاركان بفعاليه في هذه الاحتجاجات الأولى هي فئة الطلاب الذين يتحركون ضد إجراءات ماكرون الخاصة بالنظام التعليمي ولاسيما ضد رسوم التسجيل المرتفعة للطلاب من خارج أوروبا أما الفئة الثانية فهي سائقو شاحنات النقل الثقيل المعترضون على إجراء ماكرون بشأن حساب ساعات العمل الإضافية أوقفت الشرطة البلجيكية نحو 400 شخص في بروكسيل خلال تظاهرات نظمتها حركة السترات الصفر وشارك فيها نحو ألف شخص المتحدثة باسم شرطة بروكسيل وضاحيتها الجنوبية أكدت إصابة شرطي خلال الصدامات وقالت أن المتظاهرين ألقوا مقذوفات وحجارة على قوات الأمن قرب الحي الذي تقع فيه مقر الهيئات الأوروبية الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قال ان المشهد في فرنسا يكشف فشل اوروبا في امتحان الديمقراطيه وحقوق الانسان والحريات اسمحوا لي ان اقول مره اخرى نحن ضد الفوضى الناجمه عن المتظاهرين والعنف غير المتناسب الذي يستخدم ضدهم ومع ذلك فان الصوره التي امامنا تظهر ان اوروبا قد فشلت في امتحان الديمقراطيه وحقوق الانسان والحريات الذين اثاروا معاداه اللاجئين والاسلام وقعوا في الحفره التي حفروها جدران الامن والرفاهيه التي تغنوا بها بدات تتزعزع على ايدي مواطنيهم بالذات وليس من قبل اللاجئين او المسلمين انتقد الرئيس الامريكي دونالد ترامب فكره انشاء جيش اوروبي وقال انها لم تنجح خلال الحربين العالميتين وفي تغريده على تويتر جدد ترامب مطالبته الدول الاوروبيه في حلف شمال الاطلسي بدفع ما وصفه بالمساهمه العادله للميزانيه السنويه للحلف وبان واشنطن كانت داعمه لاوروبا وستظل كذلك. اكد رئيس وفد حكومه صنعاء الى مباحثات السويد محمد عبد السلام ضروره الوصول الى اتفاق ضمن سله واحده بين الاطراف المشاركين وفي اتصال مع الميادين عدد عبد السلام بنود المرحله الانتقاليه للحل وفقا لرؤيه وفد صنعاء. المرحله الانتقاليه تشكل فيها سلطه توافقيه من الرئاسه الى الحكومه. هذه السلطه التوافديه تشارك فيها كل الاطراف حتى تنال الثقه من الجميع بان يتم ترتيبات امنيه وعسكريه متمثله بسحب السلاح من كل الاطراف ومن كل الجماعات ومن كل القوى التي قد تكون خارج اطار الدوله، وعندما نتحدث عن السلاح في اليمن فالمقصود به هو السلاح الثقيل الذي يجب ان تمتلكه الدوله في المعسكرات. ثم ايضا هذه المرحله الانتقاليه تكون الدوله هي صاحبه الهويه الوطنيه الوحيده لتمثيل اليمن مع الخارج. ولا يكون هناك اي علاقات خارج اطار الدوله او مؤسساتها الرسميه وفقا للقانون اليمني الذي ينص حتى اللحظه بهذا المبدا هذه المرحله الانتقاليه اصبحت مطلب ملح جدا لان العدوان يجب ان يتوقف على اساس حل سياسي عبد السلام اكد ان تسيم السلاح السابق لاوانه وانه كلام مرفوض في ظل الوجود الاجنبي في اليمن نحن جينا للحوار من اجل السلام وليس الاستسلام موضوع السلاح الترتيبات الأمن العسكرية هل يعقل أنه يذكر مثلا تسليم السلاح أو الانسحابات واليمن ي ي ي ي يعج بعشرات الآلاف من الجنود الأجانب والمحتلين ثم عندما نتحدث نحن عن انسحابات ما هو السبب الذي جاء بهذه الأزمة والحل السياسي لا بد بالعمل الأمني والعسكري من غطاء سياسي لا يمكن أن يأتي طرف ليطلب من الطرف الآخر أن أنسحب وسلم السلاح وامنحني السيطره على المناطق التي تحت سيطرتك، هذا كلام عدمي وغير مقبول ولا يطرح هذا في نقاشات سياسيه، هذا لغه الحرب الاربع سنوات التي مضت نعم هي كانت بهذه اللغه العدميه وهي غير مقبوله الان في ظل الحوار السياسي الا في ظل مرحله انتقاليه جديده وفي مشاركه سياسيه لكل الاطراف. عبد السلام طلب بانسحاب قوات التحالف السعودي الاماراتي من الحديده. فيما يخص ميناء الحديدة يجب أن تتوقف العمليات العسكرية وأن يعود الطين ينسحب الطرف الآخر الذي جاء غازياً بهذه المحافظة ومن خلفه ستة آلاف جندي سوداني وألاف من الجنود الإماراتيين والسعوديين وبالنسبة للميناء فالمبادرة التي قدمها السيد عبد الملك قبل حوالي ستة أو ثمانية أشهر هي نفسها فيما يخص تحييد الميناء باعتبار أن تكون آه. الأمم المتحدة لديها مجنة رقابية ذات صادع رقابي تتاكد من سلامه عمل الميناء وتتاكد من البضائع انها بضائع هي من البضائع المدنيه التي الشعب اليمني الى عدن حيث انطلقت تظاهرة شعبيه كبيره يقودها الحراك الجنوبي جابت احياء المدينه للتنديد بمحادثات السويد التي لم يشارك فيها الحراك، المتظاهرون رفعوا شعارات تدعو الى وحده الصف الجنوبي لمواجهه ما وصفوه بالتحديات المحدقه بقضيتهم ورددوا شعارات مناهضه للتحالف السعودي الإماراتي هذا وطلب عدد من قيادات المحافظات الجنوبية ووجهائها المبعوثة الأممية إلى اليمن مارتن جريفيث بإلزام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومة الإمارات بوقف الاغتيالات وعمليات الاختطاف في الجنوب وإغلاق المعتقلات السرية هذه القيادات خلال مؤتمر صحفي أكدت دعمها لمشاورات السويد مشددة على ضرورة سرعة خروج القوات السعودية والإماراتية وجميع القوات الأجنبية من المحافظات الجنوبية والأراضي اليمنية ميدانيا استشهد خمسة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال في قصف لقوات التحالف السعودي على مدينة الحديدة غرب اليمن هذا فيما شنت مقاتلات التحالف السعودي نحو 25 غارة تركزت على المناطق الحدوديه من صعده وصولا الى مديريه نهم شرق العاصمه صنعاء التحالف السعودي يواصل تصعيده العسكري في جبهات القتال اليمنية مستهدفا الاحياء السكنية ومنازل المواطنين، المروحيات السعودية استهدفت مناطق عديدة في محافظة الحديدة ما ادى الى استشهاد العشرات من المدنيين. الغارات الجوية تزامنت مع قصف مدفعي وصاروخي جنوب وغرب مديرية التحيطة والدرايمي وفي مناطق اخرى على الساحل الغربي. وفي نهم شرق صنعاء تواصلت المواجهات الضاريه هناك لليوم الثالث على التوالي حيث شنت قوات هادي وقوات التحالف هجوما باتجاه مواقع الجيش واللجان في تبه سموز شمال جبل القرن وتباب الحور والسلطاء والعظيمه والبارك بالتوازي مع قصف مدفعي وصاروخي وفي تعز جنوب اليمن هاجم الجيش واللجان مواقع قوات هادي والتحالف في مفرق الوازعيه بعد استهداف تجمعاتها والياتها بالمدفعيه، وفي صعده شمال اليمن اسقط الجيش واللجان طائره استطلاع للتحالف بالتزامن مع صد هجوم على جبل الصافيه في الملاحيض غربيه محافظه صعده، وعند الحدود اليمنية السعودية دمر الجيش واللجان عشر اليات عسكرية سعودية خلال صد هجوم واسع على منطقة الصوح قبالة نجران الجيش اليمني واللجان الشعبية صدوا أيضا هجومين على مواقعهم شرق جبل الدود وقبالة جبل قيس في جيزان في غضون ذلك أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك سقوط نحو 1500 مدني في اليمن بين آب أغسطس وتشرين الأول أكتوبر الماضيين يخبرنا زملاؤنا في المفوضية أن نحو 1500 من الضحايا المدنيين في اليمن قد تم الإبلاغ عنهم في الفترة ما بين آب أغسطس وتشرين الأول أكتوبر من هذا العام، وهذا يعني أن متوسط عدد القتلى والجرحى كل أسبوع قد بلغ خلال هذه الفترة 123. وعشرين. لذلك نحن نحث أطراف النزاع في اليمن على العمل لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية. دشنت في العاصمة اليمنية صنعاء بالتزامن مع اليوم العالمي للطيران المدني الحملة الإنسانية العاشرة للمطالبة بفك الحظر وحصار التحالف على مطار صنعاء الدولي الذي سبب أغلاقه وفاة نحو ثلاثين ألف مريض ودعت الهيئة العامة للطيران في صنعاء إلى فتح المطار فورا أحمد زبيبة ارفعوا الحظر عن مطار صنعاء الدولي بهذا الشعار احتفل اليمنيون باليوم العالمي للطيران المدني فطائرات هذا البلد ترزح تحت حصار التحالف السعودي الإماراتي كنا واضحين أن مطار صنعاء كان ولا يزال دولي ومطار عدن أيضا دولي لكنه للأسف الآن يقع تحت الاحتلال لا تستطيع الطائرات اليمنية أن تهبط فيه إلا بأمر من أبو ظبي مطار صنعاء استهدف بشكل مباشر من قبل التحالف بالغارات الجويه المكثفه التي حاولت اخراجه من الخدمه لكن السلطات في صنعاء اعادت تاهيله ليعود الى الخدمه بحسب قولها وهو رد على تصريحات المبعوث الاممي الاخيره بخصوص ضروره جاهزيته الفنيه لاستقبال الرحلات. اعتقد بالمبعوث الاممي في اخر زياره له وطرحنا له موضوع المطار وانه المطار جاهز لاستقبال الرحلات والدليل الرحلات التي ياتي فوقها او الطيران التي طيران الامم المتحده التي تاتي الى مطار صنعاء الدولي بشكل يومي هناك اكثر من ثلاث الى اربع رحلات يوميا اغلاق المطار لم يكن هناك اي مبرر او اي قانون قانون خاص باغلاق مطارات الجمهوريه اليمنيه وانما جاء بقرار منفرد من دول ما يسمى التحالف العربي أكثر من 200 ألف مريض يمني ينتظرون إعلان فتح المطار للتخفيف من آلامهم بعدما أدى التأخر في فك الحصار منذ عامين إلى وفاة نحو 30 ألفا منهم لا نجاح لمشاورات السويد الا بفتح مطار صنعاء الدولي كملف رئيس وانسانى هكذا يجمع اليمنيون هنا في صنعاء ففتح المطار خطوه هامه نحو فك الحصار وانهاء الحرب احمد محمد زبيبه صنعاء الميادين ذكرت وسائل اعلام اسرائيليه ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على ترتيب العلاقات بين اسرائيل والسعوديه وتحويلها الى علنيه ورسميه حتى قبل الانتخابات وأشرت الى ان من يساعد نتنياهو في هذه الخطوه هو رئيس الموساد يوسي كوهن وكشفت ان الامريكيين شركاء في هذه العمليه ونقلت القناة الثانية عن مصدر سياسي كبير أن تل أبيب تجري اتصالات واسعة مع دول كثيرة في العالم العربي افاد موقع يدعو التحرنوت الاسرائيلي بسرقه قطعتي سلاح رشاش من طراز ماج تعودني لقوه تعزيز تابعه لسلاح المدفعيه في منطقه مفتوحه في الجليل الاعلى قرب الحدود مع لبنان وبحسب الموقع فقد عثر على اثار دراجه ناريه وصلت الى المنطقه وتحت غطاء الضباب سرقت قطعتا السلاح واكتشف الجنود فقدان البندقيتين بعد مرور نحو ساعتين. المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي قال ان ثلاثة أشخاص يرتدون ملابس مدنية يعتقد انهم من حزب الله حاولوا استغلال الضباب الكثيف عند الحدود اللبنانية للاقتراب من أجهزة استشعار اسرائيلية والتشويش عليها. في المقابل أكدت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الجنود الاسرائيليين فوجئوا بسبب الضباب الكثيف بدورية روتينية لمخابرات الجيش قرب الخط الأزرق الحدودي في منطقة ميس الجبل فأطلقوا النار في الهواء. قال النائب في البرلمان اللبناني عضو اللقاء التشاوري البرلماني اللبناني فيصل كرامي ان الرئيس المكلف سعد الحريري يريد احتكار التمثيل الصني كرامي وفي لقاء مع الميادين اكد انه لم يسمع بان الحل بحكومه من 32 وزيرا الا من رئيس مجلس النواب. اخيرا سمعنا بطرح طرح 32، هذا الموضوع لم يعرض علينا بشكل مباشر، سمعناه بالاعلام وسمعناه مباشره من الرئيس نبيه بري. الذي كان متحمسا لهذا الموضوع ما سمعناه من أوساط رئيس الحكومة حتى هذه اللحظة أنه حتى لو كانت مش 32 وزير حتى لو كانت 100 وزير <applause> سنة من خارج تيار المستقبل لن وزير <applause> هذا الموقف اللي سمعناه بالآخر وسمعنا مواقف أخرى أيضا يعني أنه هي عقدة سنية شيعية <applause> رغم انه يعني ما بعرف تحت اي قوس ولا تحت اي عنوان تركب فكره هذه عقده سنيه شيعي كرامي اكد للميادين ان اللقاء التشاوري لن يقبل احتكار تمثيل الطائفه السنيه ورجح وجود ضغوط خارجيه كي لا يظهر راي اخر لدى هذه الطائفه عندنا تحليلا للموضوع وقد اثنين قد يصحوا التحليل الاول هو انه يريد الحصه السنيه كلها لتيار المستقبل، وهو لم يخفي هذا الشيء، انه هو يشارك بالحكم بحكومه وحده وطنيه بالمسيحيين بثلاث اطراف، بالدروز بطرفين، بالارمن بطرفين، بالشيعة الشيعه بطرفين، الا عند السنه هو يريد الحصه السنيه كلها لتيار المستقبل. إذا كان هذا الوضع حقيقي ويريد أن يضع يده على الطائفة السنية كلها وإلغاء نتائج الانتخابات النيابية فنحن لن نرضى ولن نقبل بهذا الشيء وسنبقى نطالب بأن نمثل حليل الثاني هو أن هناك ضغوط خارجية حتى لا يمثل أي سني من خارج تيار المستقبل حتى لا يقال هناك رأي آخر داخل الطائفة السنية في المجتمع السني اللبناني أعلن رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري عن اتفاق مع كتلة سائرون لترشيح 14 وزيرا لمناصب وزارية في حكومة عادل عبد المهدي، العامري أكد أن الترشيح فارح الفياض لوزارة الداخلية جاء من طرف رئيس الوزراء، وأعلن رفض أي ادعاء يعتبر ترشيح الفياض تنفيذا لرغبة دول خارجية. كما نفى تدخل إيران في تشكيل الحكومة، مؤكدا تدخل أمريكا والسعودية بشكل مباشر. وكشف العامري عن تهديد امريكي لشخصيات سنيه وغير سنيه لفرض قرارها لكنها فشلت. فاصل قصير نواصل بعده نشرتنا. من جديد اهلا بكم. اتهم الرئيس الإيراني وحسن روحاني على الولايات المتحدة بممارسة الإرهاب الاقتصادي ضد بلاده روحاني وفي مؤتمر رؤساء برلمانات إيران وروسيا والصين والتركيا وباكستان وأفغانستان قال أن مواجهة مشاكل جذورها خارج الحدود تحتاج إلى حلول خارج الحدود بالحمرية خطوات أولى نحو تعاون سداسي من أجل مواجهة التحديات رؤساء برلمانات ايران وافغانستان وباكستان وروسيا وتركيا والصين اجتمعوا في طهران لمناقشه سبل مكافحه الارهاب وتنميه العلاقات الاقتصاديه المؤتمر الثاني لهذه الدول اشار بوضوح الى التحديات المشتركه التي تشكل امريكا جزءا منها انسحاب امريكا من الاتفاق النووي هو نموذج عن الارهاب الاقتصادي، لن نتحمل هذه الوقاحه وسنقف في وجه امريكا، واضعاف ايران التي تكافح الارهاب وتجاره المخدرات عبر العقوبات سيحرم العديد من الدول الامان. امريكا كانت حاضره كذلك في مداخلات رؤساء البرلمانات المشاركين، فالسياسه الاحاديه الامريكيه تطاول الجميع. زمن الإفادة من العقوبات للضغط على الشعوب والدول قد ول نحن سنتطرق في هذا المؤتمر إلى مكافحة الإرهاب قد يشكل هذا المؤتمر نواة لتعاون دولي أوسع وأشمل بين دول المنطقة ولا سيما في ظل السياسة الأمريكية التي تدفع الدول إلى البحث عن تحالفات جديدة لحمايه شعوبها وتحصينها. الخطر الذي يحدق بالمنطقه الان هو ارسال عناصر داعش اليها مجددا لزعزعه امنها، ودول المنطقه لديها مصالح مشتركه لمواجهه الارهاب والتطرف، وهذا المؤتمر يسهم في ذلك. قد تكون مواجهه الارهاب احد ابرز التحديات التي تواجهها دول المنطقه، لكن التحدي الذي لا يقل اهميه هو التدخل الامريكي والسياسات الاحاديه التي تحاول فرضها اداره الرئيس الامريكي دونالد ترامب. من حمريه طهران الميادين وزير الخارجيه الايراني محمد جواد ظريف قال ان الامريكيين بذلوا كل مساعيهم لزعزعه العلاقات الايرانيه الاوروبيه وقبلها لتشويه الحقائق في المنطقه وردا على سؤال للميادين اكد ظريف ان واشنطن جعلت المنطقه مستودعا للسلاح السلاح الامريكي الذي يباع لدولنا في منطقتنا هو اكثر بكثير من حاجتها الدفاعيه، ما يؤشر الى السياسه الخطيره الامريكيه لتحويل منطقتنا الى مستودع للسلاح المتطور. امريكا تتذرع بتوجيه الاتهامات الواهيه لحرف الانظار عن الاخطار الحقيقيه. قرانا في الصحف الاوروبيه ان السلاح الامريكي في يد القاعده في اليمن، وقبل ذلك كان في يد داعش في سوريا. وهذا هو الخطر الحقيقي الذي يهدد منطقتنا أعلن المدعي العام في مدينة زهدان الإيرانية اعتقال أربعة متهمين ضالعين في الهجوم الإرهابي في تشابهار المدعي العام أشار إلى أنه سيتم بحث الملف في المركز الخاص بالجرائم الأمنية في محافظة سيستان وبلوشستان كما أكد أن التحقيقات ستستمر في كشف دور المتهمين في العمليات الإرهابية وفي كشف بقيتهم اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان كبير موظفي البيت الابيض جون كيلي سيترك منصبه بحلول نهايه هذا العام ترامب وصف كيلي بانه كان مساعدا مخلصا خلال فتره توليه منصبه طلب الادعاء الاتحادي في نيويورك سجن مايكل كوهن المحامي السابق للرئيس الامريكي دونالد ترامب بتهم الرشوه والتهرب الضريبي كما الغى المحقق الخاص في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية اتفاق التعاون مع مدير حملة ترامب السابق بول مانفورد روبرت مولر المحقق الأمريكي الخاص بشأن احتمال التدخل الروسي في الانتخابات التي أوصلت دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يؤكد أن الرئيس السابق لحملة ترامب الانتخابية بول مانفورد كذب على محققين اتحاديين بشأن دفعات مالية واتصالات مسؤولين في الإدارة الأمريكية مع شركاء روس وثائق توصل اليها المحقق الخاص تؤكد كذب مانفورد بشان اتصالاته مع ناشط سياسي روسي متهم بعرقله سير العداله وحجب الكثير من التفاصيل المتعلقه بذلك. مكتب المحقق مولر قدم مذكره بهذا الشان الى قاضي محكمه المقاطعه الامريكيه في واشنطن بناء على طلب القاضي مزيدا من التفاصيل حول ادعاءات مولر الشهر الماضي بان مانفورد اخل بتعهدات سابقه من خلال الكذب. رجل آخر من المحيطين بالرئيس الأمريكي بات في مرمى مولر فقد أوصى الإدعاء العام في نيويورك بإنزال عقوبة السجن لفترة طويلة بحق المحامي السابق لترامب مايكل كوهين وفق المذكرة فإن تهم كوهن هي عدم التعاون بالكامل مع التحقيقات وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية وارتكاب جرائم ضريبية ودفع أموال لشراء صمت امرأتين زعمتا أنهما كانتا على علاقة مع ترامب المذكرة تتضمن أيضا تهما عن عرض لتعاون سياسي بين روسيا وحملة ترامب أواخر عام 2015 وقد تم تقديم شواهد بشكل مخفف في المذكرة حول تعاون كوهين مع مولر قبل الحكم المتوقع صدوره بحقه في الأيام المقبلة على خلفية التهم الموجهة إليه بالاحتيال الضريبي والكذبي على السلطات رفضت محكمة السيناف الأمريكية تطبيق أمر الرئيس دونالد ترامب الذي يمنع لجوء المهاجرين غير الشرعيين ورفعت جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية دعاوى قضائية إذ قالت أن أمر ترامب ينتهك قانون الهجرة وكان قاض في سان فرانسيسكو أصدر الشهر الماضي أمرا يقيد مؤقتا قواعد اللجوء إلى أو على مستوى البلاد فيما وصفت وزارة العدل هذا الحكم بالعبثي أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه يمتلك أدلة قاطعة على الطابع الاستفزازي لحادثة السفن الأوكرانية في مضيق كيرتش موضحا ان المدافع في هذه السفن كانت اساسا في حاله تاهب لاطلاق النار ولفت جهاز الامن لان البحاره الاوكرانيين المحتجزين في روسيا ليسوا اسرى حرب لان موسكو ليست في حاله حرب مع كييف مضيفا ان احد رجال الامن المحتجزين متورط في تعذيب سجناء السياسيين في دومباس أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل اثنين من منفذي الهجوم على حافلة تقل أقباطا كانت متوجهة إلى دير الأنبا صموئيل في محافظة المنيا الشهر الماضي. بيان الداخلية أكد ضبط إحدى السيارات التي استخدمها الإرهابيون في الهجوم وشدد على أن المجموعة كانت تتخذ من عمق منطقة جبلية في محافظة أسيوط مقرا لها. حذر الكاتب العام للجامعه العامه للتعليم الثانوي في تونس لسعد اليعقوبي من امكانيه اللجوء الى سنه بيضاء خلال السنه الدراسيه الحاليه مؤكدا ان لا خطوط حمراء امام تحركات الاساتذه للدفاع عن مطالبهم المشروعه عماد دشطاره تصعيد يقابله تصعيد هكذا يعلق المربون في المدارس على توتر علاقتهم مع الوزاره تعطل في المفاوضات وتنكر لمطالب المربين من سلطه الاشراف يقابله مقاطعه للامتحانات من الاساتذه فترد الوزاره بالتلويح باقتطاع سته ايام من الاجور ليعلن الاساتذه الدخول في اعتصامات مفتوحه بالمقر الاداريه ويرفعون الصوت رفضا للسياسات الفوقيه هذا التصعيد يقابله التصعيد وهو الاعتصامات المفتوحه في مقرات اذا المندوبيات ثم هذه الاعتصامات ستتحول الى وزاره التربيه واذا كان الوزير هذا يتحدى المربين في مطالبهم المشروعه ما زلنا مع التصعيد وسننزل للشوارع الى مسيرات احتجاجيه تجوب الشوارع خرج الاساتذه في عده محافظات في معركه يؤكدون انها لا تقف عند المطالب الماديه بل تتخطاها الى انقاذ التعليم العمومي واصلاح البرامج التربويه ومحاربه تنامي العنف وتعاطي المخدرات في المدارس. مطالب حاولنا الوقوف على ردود الوزاره حولها فتعلل المسؤولون بانشغالهم باجتماعات متواصله. سلطه الاشراف وزير التربيه يختار الهروب الى الامام ويختار التصعيد بتصريحاته الناريه، بتصريحاته الترهيبيه تجاه الاسره التربويه بتحرك باسم اصحاب السترات البيضاء يلوح الاساتذه للاعتصام امام الوزاره والاحتجاج في الشارع في معركه يبدو انها ستتخذ منحا تصعيديا في المقبل من الايام. ازيح شبح السنه البيضاء في العام الماضي، لكن المفاوضات تعطلت من جديد ليعود التوتر بين الاسره التربويه والوزاره اشد مما كان في معركه خرجت من طور التفاوض الرصين الى تهديد بالعقوبات يقابله تلويح بالتصعيد أي مشتار تونس الميادي أعلنت الكنيسة الكاثوليكية تطويب عشر راهبا قضوا خلال الأزمة الأمنية الجزائرية وللمناسبة كرمت السلطات أكثر من 100 إمام في احتفال أقيم في مدينة وهران غربي البلاد وهو الأول من نوعه في بلد مسلم أسامة عبد النور من كنيسة سانتا كروز المطلة على البحر الابيض المتوسط تصاعدت الثروات المسيحية على ارواح رهبان الجزائر وفي باحة مزار سيدة النجاة تلي اول تطويب في دولة مسلمة لروح 19 راهبا قضوا ابان الازمة الامنية في مطلع تسعينيات القرن الماضي من بينهم رهبان منطقه تبحيرين في شرقي البلاد حيث اعدمهم الارهاب وتسببت الحادثه في ازمه دبلوماسيه بين الجزائر وفرنسا. الرساله هي في امكانيه العيش معا بين المسيحيين والمسلمين في اخوه حقيقيه رغم اختلافاتنا، هذه رساله قويه وهي تطوي صفحه بين فرنسا والجزائر، والرساله الاجمل هي الاخوه. السلطات الدينيه في الجزائر كرمت بالمناسبه ارواح 114 اماما ذهبوا ضحيه الارهاب الاعمى واشرفت على تدشين مرافق دينيه اسلاميه ومسيحيه لتعلن بذلك عن مصالحه بين الاديان سوف نقطف جميعا في ارض الجزائر اننا طوينا صفحه مؤلمه مظلمه لنفتح صفحه المستقبل لم يعد من حق احد ان يسال من قتل من ولا ان يشكك في من قتل رهبانه بحيرين ولا الثمانيه عشر الاخرين الذين سقطوا الى جانب الاب بيير كلافري لان اهل هؤلاء اليوم اعترفوا بمصالحتنا الوطنيه واعترفوا بدمويه الارهاب. الكاردينال انجيلو بيتشو الموفد الخاص للبابا فرانسيس ختم طقوس التطويب بدعوه مسيحي العالم الى زياره كنيسه سانتا كروز. المعلمي السياحي الجميل بطلته على المتوسطة تطويب الرهبان وتكريم الأئمة الذين ارتقوا إبان الأزمة الأمنية في الجزائر رسالة إلى العالم قاطبة أن هذا بلد بلد الشهداء ما زال يحمل لواء السلام ويتمناه لبقية الأقطار العربية اسم عبد النور من مدينة وهران غربي الجزائر الميادين السوريه للتجاره مؤسسه حكوميه تعين ثلاث سيدات لقياده حافلات وشاحنات ثقيله، سابقه تعكس تبدلا متسارعا في دخول المراه السوريه اعمالا كانت حكرا على الرجال في مرحله ما بعد الحرب. محمد الخضر. ديما احدى الناجحات في مسابقه توظيف سائقات شاحنات ثقيله لدى المؤسسه السوريه للتجاره. تشق الشابة طريقها بحماسة في أول يوم عمل لها النجاح في مجال جديد على النساء السوريات هدف واثقة منه كما تقول هلا هي صح ذكورية بس كتير حلوة كتير ممتعة فرصة شغل بعدين ما أنا غريبة لأنه المرأة السورية هي نائبة هي وزيرة هي مقاتلة بالجبهة ديما واحدة من آلاف الباحثات عن فرصة عمل في القطاع الحكومي جاءت الشابه من طرطوس المدينه الساحليه السوريه احلام كثيره تحملها في بلد يقف عشرات الاف الشباب من ابنائه في جبهات الحرب. السواقه عندي شيء ممتع، حبيتها كثير وفرصه عمل خاصه بوضع على البلد وكيف شبابنا كلن بالجيش وما يقاتلوا يعني نحن لازم نكون جنبين. لا يميز القانون السوري بين الذكور والاناث في التوظيف. ظروف الحرب شجعت المرأة على اقتحام مجالات لم تدخلها قبلا فأعمار سوريا يفرض قرارات جريئة لزج طاقات السوريين جميعا في مجالات لم يألفوها ايام زمان كنا نقول والله الاعمال المجهده تعتبر السائق يعني السائقين مثل ما شفت من الاعمال ليست السهله ولكن نحن الحاجه الماسه طبعا غالبيه الذكور في سوريا في المهمه المقدسه اللي هي الدفاع الوطن فكان لابد من هذا الاجراء لانه في حاجه لهذا لعدد كبير من النساء يشتغلوا في هذا المجال. تفرض القوانين السوريه على الشباب اداء خدمه العلم قبل التقدم لمسابقات التوظيف، قوانين تواكب ما سوريا منذ سبع سنوات وتفتح الباب امام دخول النساء مجالات عمل واسعه. قد تكون تداعيات الحرب قد فرضت اقتحام النساء السوريات لهذه المهنه لكنه ليس بالامر المستغرب على نساء وصلنا الى مواقع عده كنائب رئيس الجمهوريه والوزارات وعضويه مجلس الشعب والقضاء محمد الخضر دمشق الميادين في عاصمه السنغال تم افتتاح متحف الحضارات السوداء حضارات كان الاستعمار الأوروبي ولا الفرنسي قد نهب قسماً هائلاً من آثارها ونقله إلى متاحفه فيما تأمل الدول الأفريقية استعادة رموز حضاراتها عن طريق المفاوضات لم تمض ايام على اثاره قضيه استعاده الاثار الافريقيه المنهوبه من عدد كبير من دول افريقيا ابان الاستعمار الفرنسي والاوروبي حتى افتتحت السنغال متحف الحضارات السوداء في دكر عاصمه السنغال وبدعم من الصين وتنفيذا للفكره التي اطلقها الشاعر ورئيس السنغال الراحل ليوبولد سونغور في ستينيات القرن الماضي الرئيس السنغالي ماكيسال وبحضور وزير الثقافه الصيني لم يفوت التشديد على ان بلاده لن تتخلى عن المطالبه باستعاده التراث الافريقي المنهوب أتمنى أن يفتح ما أكله الرئيس الفرنسي حول القطع الأثرية الإفريقية أتمنى أن يفتح مسارا صادقا لإعادة الثروة الحضارية إلى إفريقيا المتحف الذي اكتمل بناؤه هذا العام بشر العمل فيه منذ سبع سنوات بكلفة 35 مليون دولار قدمتها الصين ويستوعب عشر ألف قطعة بدءا من أحافير الكائنات البشرية الأولى التي عاشت في أفريقيا منذ ملايين السنين ووصولا إلى الإبداعات الفنية المعاصرة يحتضن المتحف اثارا تسلط الضوء على مساهمه حضاره افريقيا من الناحيه العلميه والتكنولوجيه في حياه الانسان ابتداء من العصر الحجري الحديث وصولا الى العصر الحديدي كما يعرض المتحف اثارا عن الاكتشافات والاعمال في مجالات الطب والرياضيات والادب للحضاره الافريقيه ومن المهم التنويه بان الاثار الافريقيه المنهوبه ابان الاستعمار الفرنسي والاوروبي تقدر بعشرات الاف القطع وقد وعدت فرنسا باعاده بعض القطع وباجراء محادثات مع قاده دول افريقيه بهذا الهدف فيما يشكك بعض بعض المراقبين بالارقام التي كشفت عنها السلطات الرسميه لعدد القطع الموجوده في المتاحف الفرنسيه. تحت اسم تياترو فلسطين، بدات التدريبات لاطلاق اول فريق مسرحي متخصص في فن الدراما والمسرح من غزه، كبدايه لاطلاق اكاديميه متخصصه في المسرح والدراما، تسلط الضوء على كل القضايا المجتمعيه التي يعيشها قطاع غزه. أحلام هؤلاء الشبان بالتمثيل باتت حقيقة بعد ظهور تياترو فلسطين كأول تجربة أكاديمية لتعليم فن الدراما والمسرح في غزة. بخطوات متأنية وتركيز واضح استهل هؤلاء الهواة تدريباتهم على خشبة هذا المسرح. أكثرهم إبداعا سيضمن لنفسه مكانا ضمن فريق مسرحي يأمل القائمون عليه أن يكون نواة لأكاديمية تياترو فلسطين لتعليم المسرح تحتضن المواهب والمبدعين في ظل غياب مسرح وطني قادر على حمل الرسالة إجت الفكرة من ما فيش مسرح وطني يطرح القضايا الفلسطينية القضايا الفلسطينية البحتة قضية الاحتلال او قضية الجدار او الانقسام او القضايا المجتمعية كل القضايا المطروحة قضايا قضايا موجهة او تابعة لاجندات معينة فبصراحة احنا يعني خطرت في بالنا الفكرة كمجموعة وتوجهنا لجمعية الوداد وطرحنا عليهم الفكرة والجماعة كثير ترحبوا بهذه الفكرة وتعاونوا معنا على اساس ان احنا نشكل نشكل نواة تطرح القضايا الفلسطينية بس ب يعني برواية فلسطينية هذه عبير تحدت عاقتها ونظرات المجتمع فصارت على خشبة المسرح متحررة من كرسيها المتحرك لتجسد إبداعا لطالما انتظرت فرصة لتظهره برفقة زملائها الذين يخشون هل لا يكتمل حلمهم أمام غياب الرعاية الحقيقية ونقص التمويل الكل كان ماخذ نظرة إنه أنا العجلات عجلات الكرسي راح تقيدني في التحرك على المسرح لكن تياتر فلسطين أعطاني هاي الفرصة من جيابنا بندفع أجار مكان أو غير يعني كثير لوجستيات بنحتاجها في المسرح هذا على حسابنا الشخصي ما فيش أي ممول ما فيش أي حدا يحتضننا. القائمون على الفكره يطمحون الى تاهيل كادر فني قادر على العمل وعلى فهم فني المسرح والدراما عبر خلاصه خبرات يقدمها مدربون متطوعون يسعون الى تعزيز اهداف المسرح الحقيقيه ومعالجه قضايا المجتمع برمتها احمد غنم غزه الميادين احيانا كانت تتعدى نسكتها حاولت تذكير بعناوين النشره صدمة عنيفة بين المحتجين والشرطة في 400 مدينة وبلدة فرنسية إصابة أكثر من 100 واعتقال المئات من بين 125 ألف متظاهر الشرطة البلجيكية تعتقل 400 محتج خلال تظاهرة لسطورات الصفر في بروكسيل محمد عبد السلام يؤكد للميادين أن وفد صنعاء متمسك باتفاق ضمن سلة واحدة وبمرحلة انتقالية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وسائل أعلام إسرائيلية تقول أن نتنياهو يعمل على ترتيب العلاقات مع السعودية وأخراجها إلى العلن رئيس كتلة الفتح يتهم أمريكا والسعودية بالتدخل في تشكيل الحكومة العراقية ويقول أن الأمريكيين هددوا شخصيات سنية المزيد من الأخبار على صفحة الميادين على الإنترنت الميادين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية موجز إخباري على رأس الساعة